بشرفك بشرفك، كيف قصيدة همسة مها؟ بتجنن يا زلمة، وقسم بالله بالهبل وحياة الله مشاعر ما تخيلتش إنه، وقسم بالله يعني خصوصا لما تعرف لما أنت كل جزئيات بتجنن، والله بتجنن. أيوه هيك يا زلمة هيك، ليش ركاب هذا وين؟ بس حب بس حب، بدك تصير فوق بس اكتب حب، والله ارد علي بس يعني اكتب حب شهرين شهرين اوعى سياسي سياسي اوعى من هسا سياسي اوعى سياسي يعني انا بكتبش سياسي بتتبهدل بتتكلكيمتك سياسي اوعى سياسي سياسي اوعى من هسا طيب خلص طيب اوعى سياسي صح اوعى طيب خلص سياسي اوعى خلص بس حب طيب اكتب خفت منه؟ طيب طيب كله زي ما بدك؟ قصة شو اسمه لا والله سياسي لا بدوش شو خايف تكتب سياسة؟ بهدلتنا فشرشحت كليت قيمتنا قدام الناس همست بطيخة وركضت سمية مش جبان أنا مش جبان اكتب عن قضايا الوطن ولا اكتب عن قضايا الوطن قضايا ال ولك ابن الحلال كلة قضايا قاعدة بتصير؟ اكتب اكتب طيب خلص تخافش أنا في ظهرك عليك أنا في ظهرك اوعى تخشى لحقي كلمة لومتي لائم اوعى ماشي اكتب فيش عندي اي مشكلة اليوم بدي اشوف لك قصيدة طيب عن ال طيب خلص غزيتني سياسي فضحتنا حب كل وركضت طيب. نحو تكتب تكتب عن كل شيء بيصير وطن والقضية والامور طيب. هاي مالكش فيه مالكش فيها هذا خلص تكتب طيب بحاول اليوم بحاول. بدي اشوف لك قصيدة ماشي جدية بلاش ناس تخوت علينا وتضحك علينا قررت بأن أكتب مرة نصاً أو شعراً أو غنوة تحكي عن حال الأمة أتغنى بأمجاد بلادي ممن صعدوا فوق القمة أصرخ من أعماق فؤادي صرخة وجعي من ظلم عشعش في وطني عن قهر يجتاح بلادي العربية عن قدس صارت منسية فرعون عاد ليحكمنا فتجسد تلك الشخصية ربطة عنق بضع رجال للتسحيج وللتطبيل موكب ضخم طائرة شخصية أن تخرس في حكمك سلمى أن تنشر في الوطن الظلمى ألف مبارك صرت رئيسا نسخا لصقا في كل بلاد العربية توجد نسخة ممن صار الكرسي لهم غاية كرسي إن قعدوا عليه ما قاموا إلا إن قامت فينا قيامة ربي يا أبا ذر لا تطلبها فهي بيوم العرض ندامة إلا من آتاها بحق لكني أشهدك الله ما حفظوا فينا لو آية